السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفين في أغنية تبعت سبيس تون اللي كانت تطلع زمان فلنحفر في الأرض؟ كان في بس هيك بتعمل بحالها بتحكي أصابعي للتو مغسولة يا للهوى. يرقد أنا عوان التحرير، ريتا أنت المسؤولة، أظافري للتو مغسولة يا للسخف. متذكرين جارفيلد؟ جارفيلد كان فيه صاحب هيك ويعني منافس، صاحب اسمه نيرمل، متذكرينه؟ طيب طب في مسلسل كرتون كان هيك كله قطط، يمكن هذا صعب تذكره، بس اللي هو كان في اسمه بس ساقوة، كانت هي المشهورة يعني بطلة المسلسل. متذكرين مياوف؟ مياوف اللي في سبيس تو اللي كان يطلع في البيكمون. كل هاي البسس اللي حكيت عنها اللي كانت في طفولتنا كلها من نوع الصيانة. لهيك اليوم موضوع حلقتنا عن القط الصيانة زي ما طلبتوا، شو تاريخه، شو صفاته، وكثير شغلات رح نحكي عن كل شيء بخصوص الصيانة. فإذا كنتوا بتحبوا القط الصيانة تابعوا الحلقة للنهاية. لما بدنا نحكي عن أنواع القطط بنحط الصيام بكفة وكل أنواع القطط الثانية بكفة. ليه؟ أبو تريكة؟ لا يا عمي مش أبو تريكة. أكيد مش أبو تريكة، بس القط الصيامي هو قط الملوك والرؤساء، هو القط تبع المشاهير. على سبيل المثال، مثلا أول قطة صيامي دخلت أمريكا دخلت كانت هدية للرئيس الأمريكي. طب الرئيس الأمريكي مثلا كارتر كان عنده قط صيامي، طب في المذيعة إلين دي جينيريس كمان كان عندها قط صيامي، حتى إنه في له كثير أساطير وقصص حلوة يعني ممتعة. مثلا كانوا يعتبروا إنه القط الصيامي هو القط اللي بيحمي الأرواح الملوك بعد الموت وأبناء الملوك بعد الموت، كان يحمي روح العائلة الملكية بعد ما يموتوا، فهو كان يقدروا القط الصيامي ويهتموا فيه وكأنه هو الملك اللي مات قديما، يعني كانوا يهتموا فيه لدرجة إنهم كتبوا كتاب كله قصائد عن هاي القطط وبتوصفها وأنواعها وأشكالها. راح نحكي عن هذا الكتاب كمان شوي. الأسطورة كمان بتحكي إنه القطط الصيامي كانوا يحرسوا الملك، يعني كانت ضل متواجدة في المكان المولود فيه الملك، فإذا حدا قرب يهجم على الملك أو حاول يلمس الملك كانت القطة مباشرة تنط تهجم على هذا الشخص وتخرمشه وتعذبه. يعني في كمان أسطورة وهي بتفسر صفات الصيامي، طبعا الصيامي اللي بتعرفه الصيامي التقليدي، في اول اشي بيكون احول، يعني بتكون عينيه متقاربة كتير على بعض، وفي كمان انه ذيله بيكون فيه كسر، ذيله بيكون معقوف. هاي طبعا الصيامي القديم، هذا الصيامي الاصلي. فبيحكوا انه القط الصيامي كان يستخدم لحراسة المجوهرات لانه ظل يطلع على المجوهرات نحاوله عينيه، ولانه كمان كان يلف هالمجوهرات بذيله كمان ذيله صار معقوف مع مرور الزمن. كمان قصة بيحكوا انه بنهاية الحرب بين بورما وسيام اللي هي تايلاند اليوم، ملك بورما لما جمع الكنوز والمخطوطات اللي كانت موجودة عند التايلانديين فشاف الكتاب اللي حكينا عنه، هذا اللي فيه قصائد بتوصف القطط، فقرأ في الكتاب انه القط الصيامي هو بيجلب الثروة والقوة، فأمر الجيش تبعه انه يهجموا ويجيبوا كل القطط الموجودة في سيام، كل القطط الموجودة في تايلاند. فيعني تخيلوا جيش كامل قاعد بيلحق بسس وبيجمع بسس، يعني أساطير كثير بتحكي عن القط الصيامي. ولكن هلأ خلينا نروح للحقائق. الحقائق بتحكي إنه القط الصيامي كان يهدى فقط للملوك والرؤساء وكان في له عناية خاصة في تايلاند قبل لا يطلع للعالم. لهيك أول هدية، أول قط صيامي طلع من تايلاند راح للبيت الأبيض. يا راجل ومين ده؟ ده بابا. يا راجل ما تحترم نفسك انت. والله زي ما بحكي لكم راح على البيت الأبيض، كان هدية للرئيس الأمريكي روثفورد هيز، أو بالأخص كان لزوجته. هذا الحكي سنة 1878. طيب وسنة 1885 راح القنصل البريطاني الموجود في بانكوك ودى زوج من القطة الصيامي لأخته اللي هي ليليان جولد. ليليان جولد معروفة إنها هي اللي أسست نادي القطة الصيامي سنة 1905. هذا زوج من القطط أنجب ثلاث قطط صغار. هذول القطط الصغار حطوهم وورجوهم في، يعني ظهروا، يعني ظهر القطط الصيامي وقتها في أول عرض للقطط في العرض المعروف اللي هو عرض كريستال بالاس. طبعا سبحان الله بعد العرض بفترة قليلة ماتوا الثلاث والسبب مجهول مش معروف لليوم. العين يا جماعة، العين والحسد. المهم يا جماعة شو بدنا بالقصص القديمة، خلينا نحكي هلا بالواقع. اليوم عندنا القطط الصيامي، والقطط الصيامي في منها كثير أنواع، ولكن ممكن نقسمهم لشجرتين رئيسية. في القط الصيامي التقليدي القديم وفي القط الصيامي اللي هو بسموه اليوم الإكستريم الحديث. من ناحية ألوان ما في فرق بين النوعين، يعني النوعين نفس الألوان عندهم، لكن القط القديم التقليدي جسمه متوسط ممتلئ، وجهه مدور،
أو بيجي على شكل تفاحة. أما النوع الإكستريم الحديث فجسمه أطول وأنحف، وجهه بيجي على شكل أسفين، على شكل مثلث تقريبا، دنيه ضخمة جدا، فلما نشوف أطراف دنيه مع شكل وجهه بشكل مثلث مثالي. وزي ما انتم عارفين مثل ما صار مع الشيرازي صار مع السيامي، الشيرازي الأصلي بطل أصلي والشيرازي الحديث المختلف هو اللي صار أصلي، وهيك صار مع السيامي. الأنواع القديمة اللي بحكي لكم عنها اللي هو شكلها شكل التفاحة اليوم تعتبر بس تايلندي، والنوع السيامي الحديث هذا الإكستريم صار يعتبر انه هذا هو القط السيامي في المسابقات، يعتبر هذا القط السيامي، والقط القديم الحلو يعتبر مش سيامي. ولكن ممكن يوم من الأيام تتطور الأمور كمان مرة ونرجع نحكي إنه القط هذا سيامي وهذا مش سيامي، بغض النظر عن الفرق بين النوعين. جميع الأنواع عندها صفة مميزة وهي العيون الزرقاء. كمان بميز القط السيامي لون الشعر، لون الشعر صار في طفرة جينية بتخلي لون الشعر في المناطق الباردة في الجسم مختلف عن المناطق الحارة في الجسم. تعرفوا الوجه والأطراف بتكون مناطق باردة، لهيك بيجي القط السيامي لون الشعر عنده في هاي المناطق مختلف. أو هو الجين بصراحة عشان تكون أمور واضحة، الجين بيخلي لون الشعر أبيض في المناطق الساخنة من الجسم، فمنطقة البطن والصدر لأنها بتضل مناطق دافية في الجسم بيصير لونها أبيض. نرجع للأنواع، زي ما حكينا في التقليدي وفي الإكستريم، ولكن التقسيمات بسبب كثرتها وتداخلها فراح أقسمكم إياها بهاي الطريقة. هو في 9 أنواع لا السيامي، 4 أنواع حسب الشكل. في السيامي شكل رأس التفاحة اللي هو بيجي هذا سمين ناصح مليان ورأسه كمان مليان ما في حواف بارزة للوجه، وعنده أذان قصيرة وأرجل طويلة. أما النوع الثاني السيامي اللي هو بسموه أولد ستايل، النوع الثاني هو سيامي أولد ستايل اللي هو الصنف القديم. سيامي أولد ستايل جسمه بيجي رشيق أنحف من النوع السابق، رأسه قريب من المثلث، عنده أذن أطول وأكبر وأنف كمان أطول. النوع الثالث حسب الشكل هو السيامي الكلاسيكي. النسخة الكلاسيكية هي النسخة الأكثر رياضية، يعني هي جسمها رشيق جدا طويل أطول من السيامي التقليدي، ولها جسم طويل وأنيق وذيل طويل، أذانهم أكبر ووجههم بيجي مدبب في حواف واضحة، أنف مقلوب كثير هاي المرة يعني مختلف الأنف. والقطة الكلاسيكية بتيجي أنشط من القطتين اللي حكينا عنهم سابقا اللي هم الأولد ستايل ورأس التفاح. رابع نوع هو السيامي الأسفيني اللي بيجي شكله على شكل أسفين. هذا النوع عندهم رؤوس ضيقة جدا شكلها زي الأسفين، عندها دنين كبيرة جدا مدببة، جسمها كثير نحيف طويلة ورياضية جدا، بتيجي نحيفة جدا على يعني عكس اللي حكينا عنهم التقليديين. عندهم عيون مائل، عيون على شكل حبة اللوز، ونوفهم عريضة وطالعة بارزة أكثر من غيرها. طيب هذا حسب الشكل، حكينا في 4 أشكال. أما حسب اللون ففي عندهم 5 ألوان مميزة للسيامي. في السيامي اللي شكله زي لونه زي لون الفقمة، السيامي الشوكليت، السيامي الأزرق، والسيامي الليلكي، والسيامي الأحمر. السيامي بسبب تنوعها وشكلها اللطيف وذكائها العالي اهتموا فيها كثير، لون عيونها مميز، كل شيء فيها مميز، فعشان هيك اهتموا فيها كثير وحاولوا يدخلوها في كثير أنواع، لدرجة إنه السيامي داخل بكمية هائلة من أنواع القطط. يعني مثلا الأنواع اللي تدخل فيها السيامي هي الأوسيكات، الهيمالايا، البورني، التونكني، القط الشرقي، روشن بلو، الكورنج ريكس، سفينكس، بيتر بالد، باليني، البنغالي، البيرمان، الهافانا، الجابانيز أو اللي هو بسموه الشرقي طويل الشعر، الشرقي قصير الشعر، السافانا، سنو شو، الميكونج بوب تايل. أنواع كثير دخل فيها السيامي، تهجين وقصص، فكثير أنواع كثير، يعني حتى إذا تشرح عنهم كل واحد بده حلقة. ولكن شو بدنا، إحنا خلينا نحكي القط السيامي هو اللي إحنا بنعرفه البوينتد، هذا اللي وجهه في لون أسود، إيديه فيهم لون أسود. تصرفاته مرح كثير، بيلعب كثير، بيموي كثير، وذكي كثير، يعني فعلا إكستريم. أهم شيء إنه حنون، والسيامي ميزته الرئيسية إنه اجتماعي جدا، بتقبل كثير ناس، طالما هو بمنطقته بتقبل الجميع، بيرحب بالجميع،
بيحكي كثير يعني بضل يموه، حتى بسموهم الميزرز قد ما هم بينووا، لأنه صوت النواء تبعهم بيشبه صوت الطفل عند الإنسان، نفس صوت في الإنسان. حتى أنا كنت مربي قط سيامي، كان هي أنثى كان اسمها بوسبوس. بوسبوس كنت أسمعها من الطابق الثالث، يعني هي في الطابق الثالث وأنا تحت باب البناية، وكنت أسمع صوتها لأنه صوتهم كثير عالي، وكانت طول ما أنا موجود تظل تنوم، تظل تلعب، تظل بدايين أحكي معها، بدايين أتواصل معها، أربت عليها. فهم كثير بيحبوا الاهتمام لدرجة أنه ما ينفعش تغيب عن البيت فترة طويلة. يعني إذا أنت كنت من النوع اللي بيغيب عن البيت 10 ساعات 12 ساعة ما بنفع تربي سيامي، أو على الأقل بدك تجيب بالسيامي ثاني لحتى يونسهم يتونسوا ببعض ويلعبوا مع بعض. قط السيامي كثير 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 بحب الاهتمام، لدرجة أنا مثلا القط اللي عندي اللي هي بوسبوس للأسف اضطريت أعطيها لصديقي، لأنه ما كان عندي قدرة أني أتواجد في البيت طول هاي المدة، أنا كنت أغيب عن البيت كثير، فلذلك اضطريت أني أعطيها لصاحبي. وكذلك السيامي إذا ما أعطيناه اهتمام كثير فهو عبارة عن قنبلة موقوتة، إذا تجاهلناه هو معرض جدا للاكتئاب، معرض جدا لقلق الانفصال، للتوتر، مباشرة بصيبه ستريس. لهيك إذا بدنا نربي سيامي لازم يكون عندنا عدد، يعني مش قطة واحدة، قطتين أو ثلاث، ولما بدنا نغيب عن البيت ما نغيب فترة طويلة، يعني ما نغيب أكثر من 8 ساعات عنهم. ونرجع منكرر وبرجع بعيد إنه القط السيامي بده اهتمام كثير، فإذا إحنا كنا ناس ما بنتحمل النق وما بنتحمل الحكي الكثير فما بزبط معانا السيامي. السيامي كثير بحكي، كثير كثير بنوع، كثير بطلب. صحيح كمان إذا جيرانك ما بيحبوا السيامي فما تجيب سيامي، جيرانك إذا ما بيحبوا المسس ما تجيب سيامي، لأنه سيامي فضيح، يعني أول ما تحطه في البيت ثاني يوم كل الجيران رح يعرفوا أنه عندك سيامي. فخطوط عريضة بالنسبة للاهتمام بالسيامي. السيامي ما بيلزمه كثير تمشيط، ولكن بيلزمه حمام، الحمام كل أسبوعين أو كل 3 أسابيع. الوزن اللي نهتم بوزن السيامي هو رشيق ونشط جدا، لهيك نهتم إنه ما يضعف كثير أو ما ينصح كثير، ومهم نراقب وزن السيامي. وزن السيامي بتراوح بين 3.5 كيلو لحد 6 كيلو، هيك المتوسط بشكل عام. عمر قط السيامي حسب شركات التأمين من 12.5 ل 14.5 سنة. وهاي هي بالنسبة للقط السيامي كيف نهتم فيه. القط السيامي بده كثير من ناحية حمام ونظافة وهيك أمور، ولكن بلزمه اهتمام من ناحية لعب. القط السيامي ذكي جدا، لهيك دائما لازم ننشط دماغه، نلعبه كثير، نخليه يصيد كثير، يلعب كثير. إذا عندنا طفل راح ينبسطوا مع السيامي، الأطفال كثير ممتازين مع السيامي، والسيامي ما عنده مشكلة مع أطفال صغار كبار، ما عنده أي مشكلة مع أي إنسان. ولكن ما بدنا يكون التحسيس غلط. هلأ لما بدنا نحس، لما بدنا نربط على القطة لازم نربط عليها من المناطق اللي هون عند الوجه، عند الرأس، أو هي نفسها هي بتحكي لنا، يعني هي لما القطة تقرب علينا هي بتحكي لنا كيف نربط عليها. ولكن أطفالنا للأسف بيروحوا على مناطق الظهر والبطن، هاي المناطق ما بتحب كثير بس إنه نلمسها، لأن حتى هي بتتوجع لما نلمسها من هاي المناطق بشكل متكرر ومدة طويلة، فنحس عليها بالمناطق هاي. والسيامي مزاجه كثير متقلب، فإذا غلطنا معاه هاي الغلطة مباشرة راح يثور علينا. وهذا كان كل شيء بخصوص السيامي، بتمنى أنه كانت معلومات مفيدة، وإذا عندكم أي سؤال اكتبوا لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.